الآن في منطقة الكيبل بمديرية البريقة، هذه المنطقة التي تأثرت بسبب الأمطار التي شهدتها محافظة عدن. لا تزال مياه الأمطار حتى اللحظة تحاصر منازل المواطنين مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ ليلة أمس. مر 24 ساعة إلى حد الآن، لا تزال هذه المياه تحاصر المنازل المواطنين مع استمرار معاناتهم. لدينا أحد المواطنين هنا، أشرح لنا الوضع الذي تعيشونه منذ ليلة أمس. طبعا من ليلة أمس نعيش وضع سيء، طبعا المياه غمرت إلى داخل المنازل، إلى كل غرفة في داخل البيوت. ومن ليلة أمس نعاني طبعا من انقطاع التيار الكهربائي، من عدم وجود المياه أيضا، وحن خايفين من هذا الماء أن يسبب لنا الوباء والأمراض من كثر اختلاط هذا الماء السيول بالبيارات أي المجاري. ولهذا نناشد المنظمات الحقوقية والمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الخيرية أن تنزل إلى هذه المنطقة وتشاهد الوضع المأساوي، الكارثة الذي حصلت لنا من ليلة أمس إلى ليلة اليوم. لا نستطيع أن ننام، حتى نساءنا وأطفالنا أصبحوا مشردين فوق السقوف وفوق السطوح، يعني فوق سطوح المنازل، للآن بدون نوم ولا أي مأوى. نعم مشاهدينا الكرام، هذه منطقة من إحدى المناطق التي لا تزال مياه الأمطار تحاصر منازل المواطنين. مر 24 ساعة إلى حد الآن، لم تكن هناك أي جهود لانتشال هذا المياه من أمام المنازل التي لا زالت مستمرة حتى اللحظة. هذه المياه تحاصر العديد من المناطق وتقطع العديد من الشوارع في المحافظة. أديب الجناني، قناة بلقيس، عدن.